يقول لك بعد نور وجلال ومحمد واحمد باسل يعني بعد هاي الحرة كل صعب نحصل حارس. لا لا ماكو صعب. انت بالعراق هواكو حراس، وهسه جاي نشوف يمكن اكثر الانديه بها حراس شباب. نشوف حارس النجف مستوى متميز، حارس رضا مواليد 2002. هاي شغلتك انا ما اعرف. لا يعني كابتن انت شوف انا اليوم حارس ابو كربلة هم حارس، بس احنا نجي على المدربين يا اخي. مدربين خلينا نوصل، زعلون من عندي ما زعلون يا اخي. المدرب من تجيب مدرب حراس وياك، عوف العلاقات، عوف العلاقات، خلي الله فوقك. هذا الحارس نقول خطيه، هذا الحارس لازم واحد يمرنه حتى من يوقف بالجول يقدر. اليوم انت شنو سلاحك؟ سلاحك التمرين زين. انت جايب والله جايب صاحبي وياي حتى شنو ياخذ؟ شوف المدرب هذا يخدمك، مو هذا عمل، هذا مو فعلا عمل له كابتن صفاء. يمكن احنا اشتغلنا سوا اليوم طبعاً. انا اشوف المدرب الحراس ما يطور علاقته وياه على عيني وراسي، اخويا وصديقي، بس خارج العمل. اليوم عمل، اليوم الحارس هذا شلون اطوره غير اطوره بالعمل؟ صح لو مو صح؟ طبعا انا على العلاقات، والله هذا صاحبي اجيبه وياي. فكر شوف هذا المدرب يطور. فجاء نشوف ماكم كابتن يعني، من اللي يقيمكم اليوم؟ اذا انتم ما عندكم لجنه تقيم اليوم. ماكو تقييم. كابتن علي ايش قدم؟ كابتن حسين ايش قدم؟ جليل ايش قدم؟ والله عماد وفلوس ونبيل غيره. انت كل شيء ماكو، ولا واحد يقيم مدرب.